السلام عليكم ورحمه الله. غادي نكملوا على الدرس اللي كنا درناه ديال ستاسيون لوكال. كيف ما قلت لكم غادي من وراه يكون الدرس ديال الكالكيل ديال واحد لا سيرفاس. اول حاجه تندخل بروغرام جيسيون باردون جوب وكندير نوفو جوب اللي غادي نخدم فيه حيت غادي ندير فيه اللوفي وكنسميه مثلا غادي انا باغي نكالكيلي السيرفاس ديالو غادي نسميه سيرفاس سور تيري روت كونتيني باش يعطيني نخدم فيه وكنخرج وكنمشي للبروغرام وكنمشي ل كندير ملي كندخل البروغرام كندير باج وكنمشي سيرفاس هي هادي سيرفاس كونتيني هنا سيرفاس دو دي تروا دي هنا الا بغيتي دير فوليم ام ان تي ديفيزيون سيرفاس يعني التقسيم ديال واحد المساحه هنا انا غادي نخدم غير الكالكيل ديال سيرفاس كالكيلي دو دي تروا دي سيرفاس هي يعني كيف ما كتشوفوا كندير كونتيني فوالا هنا راه كتعطيك ليكرون كتبدا انت كتلوفي وهي كتعطيك لي بوين كنلوفي بال باش يتسجلوا ليا لي بوين يبقاو عندي تما ميم طو غادي نفيديهم باش ندير لا كومباريزون ما بين لاباري وكوفاديس وميم طو هي حيت كتميموريزي باش هي ديسيني ليك البولي لاين ديال ديك لازون اللي غادي تخدم اذا غادي نبداو دابا كنلوفي وهي غادا ديسينينا في هاد البلاصه هادي فوالا هي لو بوين الاولى فين ديسينات وحنا غادي نتمو غادي فوالا لو بوين الثانيه فين كتبان لكم راه مديسينيا فوالا لو بوين الثالثه وحنا غادي نكلوفيو فوالا دابا راه غادي كيلوفي ديما ال يعني نفس العمليه فوالا دابا انتم كيما كتشوفوا حنا بدينا من لهنا انتم كيما كتشوفوا وهنا درنا وحنا دابا وصلنا هنايا قريب نكملوا يعني داكشي اللي عندك في التيران كترسمو لك شفتوا لي بوين هما هذوك لي بوين كيف ما عندك لي بوين في التيران كيف ما كترسمهم لك في ليكرون وحنا دابا غادي خصنا نكملوها عاد نديروا ديك الساعه كالكولي كمل رضوان سير قراب نوصلوا لنا للقنت كما كتشوفوا لا روت كيف ما عندنا في التيران راه ترسمت عندنا في ليكرون ديرها وحده ماشي مشكل بون دابا هذيك هي اخر بوان خدينا تما لا ديستانس دو دير عطاتها لنا هي ها هي 1122.488 متر كاري فوالا تدير كالكيلي ها هي فين دارت لك الديسان ها هو هذيك هي البولي لاين ديال الطريق كما كتشوفوها تما ها هي كما كتشوفوا عطاتك السيرفاس بالمتر 1122.488 متر كاري وهنا الفوقانيه كتعطيك سيرفاس بالهكتار يعني الهكتار كما كتعرفوا كيساوي 10000 متر كاري هنا هذه يعني الا ضربتها في 10000 راه غتعطيك هي 1122 بون دابا بعد ما سالينا من التيران غادي هادشي اللي لوفيناه نديرو ليه الفيداج في لورديناتور ونشوفو الكالكول ديال كوفاديس واش غادي يعطينا نفس لا سيرفاس اللي عطاتها لنا لاباراي باش نتاكدوا بان داكشي اللي تعطي لاباراي راه مزيان اذا غادي نشوفو الكالكول اللي غادي يعطينا كوفاديس واش هو الكالكيل اللي عطاتنا لاباراي دونك غادي نجيبو اللوفي ولا البلون كوتي اللي درنا في التيران فوالا هذا هو البلون كوتي ديالنا هادو هما لي بوين نحيد هاد لي ستاسيون بون دابا غادي نرسم البولي لاين ديالي اللي غنعتبره هو الكونتور هاد البلون كوتي هذا راه درتو من ديك لا ستاسيون لوكال اللي في الفيديو الاول اللي قلت لكم غادي ناخذ لا ستاسيون لوكال يعني غادي نعتبر لي كوردوني
من عندي يعني اكس يغريك زد عطيتهم انا من عندي واختاريت لو نور من عندي ولوكاليزيت لاباراي. اذا بعد ما ساليت من الديسان ديال البوليلاين ديالي تندير الكوتاسيون ديال السيرفاس وتنشوف واش غتعطيني ميم كوتاسيون ديال لاباراي. بون لا سيرفاس هي 1122.476 و لاباري كانت عطاتني 1122.488 يعني الا درتي هذه مو هذه كتعطيك 12 ميلي يعني سنتيم. دونك لاباري نفس لا سيرفاس اللي عطاتنا مع كوفاديس. اذا راه مزيانه تعتمد على لاباري في الكالكيل ديال السيرفاس دو دي ولا تطروات ديالها تدير تكون عندنا في شي درس ان شاء الله. اذا باش نخدموها شويه بروفيسيونيل يعني الا كنتي بغيتي تعطي هذا لا سوسيتي باش تدفعوا مع لاطاش باش تخلص في ديك لا سيرفا في ديك لا سيرفاس اللي خدمته ولا شنو تتخرج على شكل وورد يعني تدير الكالكيل ديمينتي باش تعطيها لين فيشي وورد جوانيها مع هاد الفيشي اللي هو اوتوكاد. فوالا يعني تتحيد لها هادشي اللي زايد تتنقي الفيشي ديالك وكتجوانيها مع هذاك الكروكي باش يدفعوها هما مع الدوسي ديال لاطاشمون. ورا كتعطيكنا لا سيرفاس دو تي هي هادي 1122.476 هادي هي لا سيرفاس ديالك وكيعطيك كاع لي زانفورماسيون ديال بلان كوتي اللي درتي. اذا هكا كدير لها كوبي كولي في الوورد وكتامبريميها مع هذاك الكروكي باش تدفع ليه مع لاطاشمون. على هذا الشكل هذا كتحولو وورد وكتامبريمي على هذا الشكل هذا وكتجواني مع الكروكي ديالو يعني هذا هو اللي تيتدفع مع الدوسي داتاشمون. اذا كان هذا هو الدرس ديال اليوم وراه فيه الافاده بزاف ونتمنى الدرس يكون عجبكم اليوم. كنحييكم انا والطاقم المساعدين ديالي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.